والنبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى الأسماء عنده يكنى، فذكرت باب ما يتعلق بكنية النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وقد كان من أبنائه القاسم اكتنى به، وهو بكر من خديجة يولد، ويروى حديث: لا تكنوا بكنيتي، وأفتى به بعض وبعض يقيد، وقد قيل منسوخ، وهذا الذي جرت به منهم الفتوى ولو الاسم أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم عنده ابنه القاسم، وهو أول بكر يولد له من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، واكتنى به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقال أبو القاسم. نعم، هذا معروف عند الصحابة. أبو هريرة كان جالسا مرة في المسجد، ثم أذن المؤذن، بعد ذلك قام رجل وخرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو القاسم يعني مشهورة، هذه وردت في هذه الكنية وردت في أحاديث كثيرة. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكني بكنيته، فقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، صيانة لنفسه صلى الله عليه وسلم، وحماية له من الأذى. لأنه ذات مرة رجل قال: يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: لم أعنك، أي لا أريد أن أكلمك أنت، إنما دعوت هذا لرجل آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. نعم، فلذلك اختلف العلماء، بعضهم ذهب أنه لا يجوز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، سواء أفردها عن اسمه أو قرنها به، وسواء في محيا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته. وعمدتهم عموم هذا الحديث، قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فقالوا لا يجوز أن يتخذ الإنسان لنفسه كنية كنية النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال يعني أن النهي خاص، وأنما النهي ورد أن يجمع الرجل بين الاسم والكنية، فيكون محمد أبو القاسم. فيعني أما إذا أفرد يعني يكون اسمه غير محمد، فجوزوا هذا. نعم، وفيه قول آخر أنه قالوا يجوز الجمع بين هذا، ويعني استدلوا بحديث مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن ولد لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. فقالوا يعني أجابوا أن القول النهي منسوخ. نعم، ومنهم من نهى يعني قيد، وقال: التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم كان ممنوعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فجائز ولا إشكال فيه. هذه أربعة أقوال في هذه المسألة.